إننا نبلغ رسالة للقائمين على سباقات الفورميلا 1 بأنهم غير مرحب بهم في البحرين، لأن ذلك يساعد على تلميع صورة السلطة الظالمة التي انتهكت الحقوق والأعراض وهدمت المساجد ومنعت الكلمة. كل ما يحدث في البحرين من انتهاكات يجب منعها وتوقفها، وهذه السباقات إنما تساعد في تلميع صورة هذه الحكومة المجرمة. ولذلك نقول لهم بوضوح: ستوب ريسينج إن بحرين، توقفوا عن هذه الفعاليات في البحرين ولا تساعدوا هذا النظام الظالم.